وشكرا لك. شكرا لكم. اذا متابعينا اهلا وسهلا بكم، وتعقيبا على كلام زملائنا بالاستوديو حول مظاهر الاسبوع القادم وكيف ممكن انه نتعامل او يتعامل الفلك والقمر مع المحددات، او ما هي المحددات اللي علينا الانتباه او نحاول انه ما ننزلق في منزلقات قد تكون هي مشاكلات وليست مشاركات. اذا اليوم القمر متصدر في مولود الثور الترابي، ما هي الحظوظ الإيجابية اليوم ومن هي الأبراج المسعودة اللي راح تكون هي الجوز يعني العذراء ثم الجدي وبعدها الثور، هو بيت القصيدة اللي من أمس وهو بأحسن حالاته. 48 ساعة القادمة طبعا قبل أن نختم حلقتنا في ختام فقرتنا إن شاء الله راح أنوه على أن القمر ينتقل إلى منزلة هوائية، في حينها هذه الفترة راح نكون موعودون إن شاء الله بطاقات هي أنا أعتبرها إيجابية. ليش؟ بفعل أنه المريخ هو مرتفع في منزلة هوائية، طبعا 48 ساعة القادمة راح تكون أمور ارتفاعات ومنازل إيجابية. من هي هذه الأبراج اللي عليها أنه الاستفادة، ومن هي الأبراج اللي عليها أنه تنتبه من هذه الطاقات؟ هذا وأكثر أكيد متابعينا من خلال طبعا فقرتنا الصباحية اللي راح نتابعها كل يوم صباح من على شاشتنا. إذا متابعينا الكرام، ومثل ما تعودنا أنه دائما نكون معاكم باتصالاتكم ومشاركاتكم، وحول طاقة القمر المقترن في الثور الترابي راح نكمل معاكم اتصالاتكم ومشاركاتكم. معنا أول اتصال هاتفي. ألو. ألو. ألو، يسعد صباحكم. وإلى حين أنه تجهز اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا متابعينا الكرام، نروح إلى ألو آخر. ألو. ألو. صباح العافية، يسعد صباحكم. ألو. 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 يسعد صباحكم. ألو. حبايبي. ألو. والله ألو أسمع. تعدونا من التلفزيون، اسمعونا من الهاتف حفاظا على الاتصال لطفا. شلونك بنتي؟ حبيبتي. شلونك بنتي ميت؟ حبيبتي يسعد صباحك يا عيوني. انتي منو معانا؟ اني ام عمار من البلديات. ام عمار شلون صحتك اخبارك؟ الحمد لله حبيبتي الله يخليك عزيزتي. فدوا عينك. شلون هم اهل البلديات؟ حبيبتي اني دا انتظر الجواب لي هسه حبيبتي. اها، اللي كان بخصوص ايش معمار؟ ذكريني حبيبتي، اتصالاتنا كثيره. قلت يوم الثلاثاء اتصل بيك وماكو. ناقشنا قضيه معينه كانت تخص شنو بالضبط ذكرينا؟ ايه حبيبتي، اخذتي رقمي واخذتي هاي. نون ابن باء تذكرين؟ نعم. الثلاثاء يعني قلت لي اخابرك. ام عمار كلش كنا نعتذر من عندك لان لود الاتصالات وطاقاتنا جدا مزدحمة، لكن إن شاء الله تدللين علينا هذه اليومين راح نحلش القضية. من عيوني صار حبيبتي يعني على نار من يوم الأطالية سأقول أخاف نسيتيني. أمر أبدا والله ما ننساش، ناخذ كل اتصال بنظر الاعتبار، وأبدا أبدا ما نهمش أي اتصال. بنتي لكن العزيزة مشكلتي كبيرة، يعني مشكلتي كبيرة. نعم. ودا أنتظر من عندك. الله صار أم عمار. الله يخليك تؤمريني. أخذتي رقمي بس خبريني، انطيني رقم شو أني أتصل بيك. تمام. عزيزتي ها هي ها هي أمر تؤمرين أم عموري حبيبتي. فدوى أروح لك أبو إيدك ورجلك عزيزتي. صار أمر أبدا أم عمار. العذر الشديد من حضرتك حبيبتي، اتصالات كثيرة وعملنا كلش دؤوب وما نلحق نحكي مع الأطراف، لكن إن شاء الله هذه اليومين ما يصير خاطرك إلا طيب، إن شاء الله قضيتك محلولة والله يبرد قلبك وتطمني إن شاء الله الأمور كلها تمام، ما تقلقين، يلا هدي من روعك قولي يا الله. تمام، نعتذر منك أم عمار ومن كل تابعينا الكرام، طبعا متابعينا اتصالاتنا كثيرة، أكيد احنا ما نترك أي اتصال ولا نهمش أي اتصال، ولو ما صار عندنا مجال فأكيد هو من فعل لود الاتصالات معانا وأكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم. تمام، يلا نروح لاتصال هاتفي آخر أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يسعد صباحكم. حبيبتي الغالية. أنا فرح بكم اتصلت عليكم من أربعة وقلت أتصل بكم ما اتصلت عليكم. فروحة شلون صحتك؟ بعد عمر وبعد قلبي والعين 600، وانا مواليد 2000 شهر السادس يوم 2. 2000 شهر السادس؟ يوم 2، وقلت لي اتصل عليك وما اتصلت علي. دقيقة فروحة، على ما يبدو اليوم تمام فروحة. بنت منو حضرتك؟ أنا فرح بميم. بنت ميم. طيب، إيش هي كانت قضيتك تحديدا؟ عن النصيب مثل برج الجوزاء.
جدول والعين 600 اتصل بيك وما اتصلت بي. صار فروحه يعني عن النصيب انت اللي واضح ما عادش في عارض، في عارض بين هذا العين. تمام زين فروحه فروحه ما يخالف ما يخالف، راح ان شاء الله يتم الاتصال عليك. انت بس انطينا شويه وقت وتواصلوا ويانا عيوننا لك. صار صار امر امر. لا افراح خطيه محتاجه انه نحكي وياها، وبما انه حبيب فراس ما تعبانه كلش شخصي مو عاد راح يتصرح سمعت من التلفزيون. يلا يلا الف لا باس عليك طولي بالك. شكرا على احكي لعد برج الجوزاء 606. يلا اني هسه راح احكي على الجوزاء، هاي احنا جايكم عن الجوزاء. جدول قلبك احكي لها صراحه سمعت بس صار صار امر تامرين حبيبتي حبيبتي. طيب حبيبتي عيوني عيوني فروحه حياتي لا مية هلا. طبعا متابعينا الكرام اول القضايا واحنا هسه قبل قليل قدمنا اعتذارنا انه اكيد هي مو مقصود انه ما نتصل بكم، واكيد الاشخاص اللي عندهم قضايا كلش مهمه او ملحه في تفاصيل ما نستطيع على الجو مباشره ان نتحدث عنها، هذا علم الاسترولوجي، هذا هو علم الفلك. فعلا هو في قضايا تخص ما الورائيات. فهذا هذه المواضيع هي مو ما مسنوده ولا مو ما الها يعني مو ما الها متن او سند علمي ممكن انه نرتكز عليه، لكن عامه هي متصله ببعض التفاصيل اللي تخص الافلاك والنجوم والاقمار، اكيد مو على الهواء مباشره ممكن نروح نتحدث عن هذه التفاصيل. لذلك افراح وام عمار هم من الاشخاص اللي كانوا جدا خطيه محتاجين، واكيد ما كنا نستطيع نتحدث معهم عن الهواء. بالمقابل في مواقع التواصل الاجتماعي احنا من لحق اكيد هو الاخر لود، فهم للضروره الملحه انه ممكن نساعد بين فتره وثانيه، لكن لا تجعلون الكواليس هي رد على اتصالاتكم بسبب طبعا اكيد هناك برامج كثيره والاخوان المخرجين ما عندهم مساحه لحتى نربك عملهم، لذلك خلوا في بالكم هذه القضيه دائما احنا منكم والكم واكيد ما راح نقصر معاكم. يلا نروح لاتصال هاتفي اخر ايضا. الو الو يسعد صباحكم حبيبتي سميث، شلون اخبارك؟ في دول عينك حبيبتي انت معانا. بعد يلا حبيبتي بشرى بنتك علينا. بشرى من وين تتصلين يا بشرى؟ من بغداد حبيبي. حي الله البغداد، من وين بغداد؟ في دول ودك حبيبتي. قلبي من وين؟ بغداد. ها اوكي تمام. احنا نريد نشوف البث، نشوف نشوف متابعينا وين من مناطق بغداد تقريبا. انبار هيجي. يلا يلا حي الله الانبار واهلها حبيبتي الغالية. تحياتنا لأهالي الأنبار وما يهونون المحافظات الباقية كلهم أهلنا وحبايبنا. تمام يلا يلا حبيبتي بشرى. بشرى معايا؟ ألو 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 مرحبا. راحت بشرى؟ ألو ألو والله ألو مرحبا. مرحبا أهلا وسهلا. شلونك حياتي؟ قليباتي أنتي من معانا؟ إني سيدرا من الموصل. منو عفوا؟ سيدرا. سيدرا؟ إيه. طيب ماشي يا سيدرا، شلون هم أهل الموصل؟ الحمد لله زين حياتي. حبيبتي هذيك المرة خابصوكي سألتك عن مولودة عذراء عين ابن مين؟ آه عن العذراء؟ إيه. اليوم تسألين أيضا عن العذراء؟ إيه عين ابن مين؟ اللي هو منو؟ عين ابن مين؟ عين ابن ميم؟ إيه. قلت لي انه هذا الشخص موجود وانه يلعى عائله، يعني شفنيت هو مو متزوج ولا عنده ولا هو اهل يعرفون هو وين، يعني شلون هو يلعى عائله؟ من هاي العائله؟ يعني سيدرا. احنا ما نعرف عنه اي شيء ولا اهلي يعرفون عنه اي شيء، ممكن تدلي لي انه هو وين؟ انا اطلع حديثي. تمام. سيدرا. ايه. يعني احنا احيانا بنتحدث هيك تفاصيل أكيد ما نقدر نتحدث بها على الجو مباشرة، وأنا من حكيت في حينها حسب الخارطة الفلكية اللي كانت متواجدة مع هذا المولود كانت الظاهر معاه ضمن إطار محدد أو ربما ضمن شيء محدد حسب الخارطة اللي قرأناها. هو هو تقدرين تعرفين اسمه واسم والدته؟ خلينا نشوف الآن هو وين؟ عين ابن مين؟ لا اسم الكامل. إيه هذه ابن منى. من منى؟ طيب سمعتي؟ ايه يلا هذا إيه صار اريد اعرف. اسمعيني هذا صار 4 سنوات يعني مفقود؟ لا 6 سنوات يعني عبر المرحله الفعليه للاربعه. طيب ايه حسب الحاله اليوم اللي ظاهره، شوفي احنا دائما نقول منازل دائما منازل إيه؟
ونحاول نقرأ ما هاي شنو هاي المنزلة اليوم، هذا وين بأي منزلة. فإذا اليوم يقرأ شيء غدا يقرأ شيء آخر، لأنه أكيد الحال ما راح يستقر كما هو. لكن عموما اليوم مولود العذراء، مولود العذراء، العذراء الترابي مع الثور اللي هو اليوم القمر طبعا عند هذه المحلات. هذا الشخص اليوم اللي أنت تتحدثين عنه منتقل من مكان إلى منطقة، وهذا الشخص تتحدثين عنه مفقود أو فاقد قدم، يعني في شيء بقدمه، إما تكون مبتورة إما تكون، وإما يكون هو انتقل بهذه القدم إلى مكان آخر، أو قد يكون خطوة إلى الأمام. هذا الشخص يعني انتقل بالإغاق لو وين؟ لا أنت هنا تعفيني من الإجابة. هذه مسائل ما نستطيع التكهن بها، ما يخالف. بمواقع التواصل الاجتماعي اكتبي لي بشرة سيدرا، سيدرا بمواقع التواصل الاجتماعي اكتبي لي، هناك راح اجاوبك على الهواء. يعني العذر الشديد لك يا حبيبتي على مواقع التواصل الاجتماعي. وين اكتب؟ يعني عندنا احنا فيسبوك زاغروس، وعندنا على تويتر، وعندنا عفوا على يوتيوب. يعني على يوتيوب بالتعليقات؟ طبعا بالتعليقات اكتبي لي، راح ان شاء الله نجاوبك. لانه تعرفين ايش اكتب، ايش اكتب تسمي اكتبي اكتبي كل التفاصيل. انا سيدرا من محافظه الانبار عفوا الموصل، سالت عن شخص غائب كان كذا كذا واعطيتيني النتيجه، وانا ان شاء الله بالمقابل راح احكي لك. لكن هذا المولود اليوم اللي انت تسالين عنه، هذا معاه انتقاله، يعني منتقل الى من مكان الى اخر. وهذه الانتقاله شوفي كأنه يعود إلى الحياة من جديد. بعد فراق طويل هذا المولود إلى عودة. تسمية أهلها يقولون إحنا ما نعرف عن الشيء، هذا الشيء صح يعني؟ لا شوفي شوفي اسمعيني، أنت ما لك علاقة بهذه التفاصيل. إحنا حسب الخارطة الفلكية وحسب هذا الاسم، هذا منتقل من مكان إلى آخر، منتقل من مكان إلى آخر. وأنا تحدثت عن ساق أو قدم، هذا يا إما يكون فاقد ساق أو قدم، أو قد يكون إلى عودة إلى الوراء، الوراء اللي هي الحياة العادية. عطارد حاكم بيت العذراء اللي هو كان بيته هو سبب الفقد، وهو سبب العودة إلى عودة هذا المولود. يعني أنت يوجع، أنت يصير عودة. في أخبار حلوة، شوفي على القادم، يعني على القادم هذا الشخص تسمعون عنه أخبار حلوة. أنت يعني بالضبط. هاي شو وقت لازم تبقين دائما متابعة الشاشة ويانا، لأن احنا عادة نتحدث عن أفلاك الترابية والنارية وكل الأفلاك اللي تختص بهذه طبعا المواليد. بس أنا راح أكتب بالتعليقات، بس أنا أبغى بتك لا تنسين. تمام تابعي معايا سيدرا. خطية أمها كل يوم تبكي عليها. كيف عفوا؟ خطية أمها كل يوم تبكي عليها. أنا طلع إذا عندك أولاد راح تحسين بها. سيدرا والله مو سامعة كلامك، ما فهمت. هسه تسمعيني؟ اي اقول خطية انها كل يوم تبكي عليها، اذا عندك اولاد راح تحسين بها. طبعا اكيد اكيد. لا حاسه بس انت لا تنقلين هذا الكلام لحتى ما تتاثر الصحه عندها خطية. لكن هذا المولود هو طالع من طاقه مرض، طالع من طاقه مرض، كان يعني عنده مسائل صحيه والان طلع من طاقه تشافي، هو الان في طاقه تشافي، حتى اليوم الخارطه جدا ممتازه معه. لكن هل هو على قيد الحياه؟ نعم على قيد الحياه، وتسمعون اخبار طيبه. هذا كله بفعل بلوتو اللي جالس في الدلو الهوائي، راح يحرك مسائل غير اعتياديه عند مواليد العذراء قولا واحدا. يلا يلا اتصال هاتفي اخر ايضا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. مرحبا سميه. حبيبه القلب الغاليه، يسعد صباحك. وياك مروه من الانبار. مروه شلون صحتك؟ الحمد لله سميه. شلون هم اهل الانبار؟ الحمد لله بخير. دوم يا رب بخير. يلا مروشه شلون اساعدك؟ اريد اسال سؤال، بس اتمنى المخرج يعني يسمح لي بهالشيء. يلا عيون فروسي لك، فروسي ماكو منه، ما يقصر. ان شاء الله. يلا مروه. بالبدايه اريد اسال عن امي. اي الماما؟ 16/8. ايش قد؟ 16/8. 16/8، طبعا احنا متفقين انه الاسد. نعم. تمام؟ نعم. الشمس هي حاكم بيتها وطبعها ناري. يلا، شنو اسمها الوالده؟ مين؟ بنت طاء. باعي، اذا تسالين عن وضع صحي لازم يكون باسم الام واسم الجده. يعني عن الحروف ممكن نقرا طاقه الرقم الاول فقط.
يعني انطيك اسمه على كله؟ اي لازم تعطيني اسم المولوده مع اسم والدتها اذا كانت طاقه مرضيه. نعم. تمام؟ نعم. يلا. مناهل بنت طليعه. تمام. يلا اوكي. والسؤال الثاني عن اخوي. اي. 21/5. طيب. 21/5 اللي هو مولود الثور طبعا، شنو اسمه؟ اكرم ابن مناهل. مناهل، يلا. تسألين عن الماما مريخ. بالبداية؟ عن الصحة أريده وعن الرزق. الصحة؟ والرزق. طيب ايش عجبهم الاقتران او الارتباط؟ عن امي؟ لا فيما يخص اكرم. لا والله اسمي سوى يعني تدرين اهل الانبار هواي اخذهم منهم بزمن داعش. فهو مفقود واريد اشوفه يعني صحته اريده ان شاء الله يرجع يعني. يعني اليوم هوايه قاعد تحكون عن مواليد الترابيه، اكثر المفقودين اليوم عن الابراج الترابيه. اي والله كتميس اهل الانبار كلهم يعني ولد ناخذهم. اسال سؤال. نعم. عنده علامه باذانه هذا؟ باذنه؟ اي. لا بس عنده يم عينه شامه. اي هاي منطقة العين او قريبة على الاذن او شيء يعني يخص هذه المنطقة، واحنا فعلا ركزنا على هذا الموضوع هسه هو نفس. نعم. المساحة اللي بدنا نحكي عليها. تمام. نعم. يعني هذا هو الاخر ايضا موجود. هذا موجود. موجود؟ اي. بس وين يعني اسمه؟ لا شلون اقول لك وين؟ ها شو شبه السالفة هاي؟ لا يعني اشوفه عند الحكومة لو بعده يم دولات الدواعش. اسمعيني يا مروه. نعم. هذا المولود خصوصا مواليد الثوره الترابيه منهم من ناقش مسائل حكم والاخر اخذ حكم وهو موقوف. هذا موقوف هسه موقوف يعني عند الحكومه. سمعي موقوف عند حركه عند مكان، لكن هذا موقوف يعني مو عند جانب خطر. ما تقلقين مو عند جانب خطر، هذا موقوف وانت افتهمي الباقي بعد. ما من حقنا نتحدث اكثر من هذا الموضوع، لكن حتى تطمنين للامانه هذا المولود موجود ماخذ حكم وهو موقوف. الان صار لازم تطمنين انه على قيد الحياه وما عنده اي مشكله. ما تقلقين، في اخبار حلوه تخص مواليد الثور على 1/4 متابعينا الكرام. الافلاك اللي راح يكون لها تراجع راح تكون جدا تحمل اخبار ايجابيه وحلوه. تمام. مو كل ارتفاع زين ولا كل تراجع غلط. تابعونا ان شاء الله راح اقول لكم على هواي تفاصيل تخص الاشخاص اللي ما لهم استدلال او ما لهم عنوان. طيب يلا اتصال هاتفي اخر ايضا. الو 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 صباح الخير. صباح العافيه. مية هلا. شلونك ستمي الغاليه؟ والله ستمي اني اريد منك مساعده. اي تفضلي. ستميس انا واختي، اختي قبل بشهر 12 دقت علي على المد النصيب. زين. ومرت له خم دقت على المد النصيب بس كل شيء ما صار. زين يلا. كل شيء ما صار هاي لانه 10/10/94. هاي لانه نعرف حركه الافلاك وين قطعت عندها وما هي المؤشرات اللي اخرت على هذه المولوده. انطيني تاريخ ميلادك او ميلادها. اختي 10/10. تمام. 94. 10/10 94. خليش معايا بس ثواني. انه احنا متفقين هي من مواليد الميزان. اسمها انتصار. ايش قد تاريخ ميلادها؟ 10/10/94. 94. اي زين. وانتي تاريخ ميلادك؟ انا 19/1/97. انتي 19/1/97. جدي انت اسمي هلا. ايش قد تاريخ ميلادك؟ 19/1/97. 97. هي انتصار بنت وانت شنو؟ انتصار بنت شكحه شين كاف حاء تاء اخريه. شلحه. الحاء مربوطه ولا مفتوحه؟ مربوطه. شلحه. تمام. اي صح.
يلا وانتي؟ اني نهله هم بنت شكحه. يلا تتميتي فر سوالف وهاي بس ما حد يتقدم، ما حد يعني يطب البيت ويحتبس من بعيد. صح، تعالي خلينا نسولف. خما اكو عين حسد هيك. يلا على فكره ما شاء الله انتم كلش جميلات، هذه الابراج كلش جميلات، يعني بكم صفات كلش حلوه. غريبه امانه غريبه انه اللي قاعد يصير انه الموضوع ما قاعد يتم على خير. يعني فيما يخص انتصار حلوه، هذه كانها سيده بيت اصليه، يعني شاطره تفهم بهواي قضايا، تحسيها هيك عندها نفس حلو. وحتى بالنسبه لك انت. شكرا لك. باي حبيبتي. نهله لا، هذا واقع اللي قاعد اقوله. نهله هسه الان المسائل اللي راح يشدها مولود الجدي، اولهم هو انت تحرك الحال معاش، يعني انت تشهدين قران كلش قريب ان شاء الله. واللي هو اكو شخص، اسمعيني ها هسه انا كلامي خب تمام، يعني قريب الموضوع. اي صحيح. تشوفين اي فقريب هذا الموضوع، خصوصا انت يعني اللي بادر انت اكثر، باديه الطاقه من عندك انت اكثر، ف صحيح تشهدين ان شاء الله مسائل كلش حلوه، في فرحه قريبه ان شاء الله. هذه الفرحه قريبه، لكن مولود الجدي اليوم ابراج ترابيه، طبعا ترعى هذه الطاقات، لانه اليوم المواجهه اللي حاصله على طريقه جدا ايجابيه، فتخدمك انت لك اكثر، يعني واضح معك انت اكثر. من بعدها بثلاث شهور راح تبدي الاتصالات الايجابيه مع مولوده الميزان اللي هي اختك. على فكره فيما يخص مولوده الميزان اللي هي انتصار، طبعا طاقه اسمها جدا ممتازه، بألف الجلاله واسم يدل على النصر. ماذا يعني هذا الموضوع؟ يعني في طاقة حسد أو طاقة متابعة لأحد، أحد متابع، يعني في أشخاص هواية، يعني شلون نقول أنت منظورة معايا؟ إي صحيح. نعم نعم كلش واضحة. هسه على القرانات الجديدة إحنا نتابع حركة فلك، القمر اليوم وين؟ يدعم منه اليوم، فإحنا حسب حركة الفلك. أبراج الترابية. فهسه اليوم الطاقة تخدمك أنت بالذات، أنت أول وحدة، القران والنصيب راح يصير إلك بالبداية، بعدين بثلاثة شهور راح يكون لهذه المولودة، يعني إن شاء الله لنهاية هذه السنة أنتم إن شاء الله في بيت العدل حسب الخارطة الفلكية الموضحة لهذه الفترات. طبعا القرانات الصعبة اللي صارت مواجهات، كان بدل ما يكون المواجهة أو تكون الخارطة أو المثلث يدعمك صار يواجهكم، لذلك تشوفين نوع العلاقات تتخربط أو ربما ما يتم الموضوع على خير، فكانت هي سبب المواجهات. هسه بطلت المواجهات لكم، ما في مواجهات الان، كلها معاكم ان شاء الله خير، بدايه من عندك. تمام صحيح. تتميت بس اسال سؤال. طيب اكو نصيب بيني وبين احمد بن نوريه؟ هذا واضح يمي. ها اها اني يعني ليش حكيت عليك انت دونا عن انتصار، تلاحظين؟ صحيح. اي لان الطاقه يمك، يعني يمنا بايدينا. اي كلش قريبة، أنت أول وحدة. ابن أحمد صحيح. ابن منو؟ أحمد ابن نورية. تاريخ ميلاده تعرفيه يا برج؟ لا والله ما أعرفه، بس 97 بس السنة. طيب، يعني بما نحن ما نعرف تاريخ برجه، لكن احنا من خلال قراءة يعني خارطتك، الموضوع جدا ممتاز عندك، أنت من الأبراج اللي كلش راح تنسعدين. يعني راح تشوفين امور جدا ممتازه، راح يبدي الفلك من عندك من خارطتك، فبلغينا ان شاء الله يا نهله. ان شاء الله. سمعينا اخبار حلوه. ان شاء الله. ستميت اختي علاج للحسد شيء؟ اي الحسد هي ماكو غير الرقيه الشرعيه، انه تتواظب عليها. والله ستميت يوميا شغلها. خلاص واظبي عليها لان في ايام في ساعات، ف لا باس من التكرار، كلش ممتاز. لا باس من التكرار. صحيح. تمام؟ اخي والله هي كلش تعبانه. اسمعيني. نعم. فيما يخص اختك هي في مقطع كلش قصير، او حتى انت الك ممكن يكون. نعم. راح تكتبين على اي ورقه نظيفه تكون لون اصفر فيما يخص المولوده، مولوده الميزان. بسم الله الرحمن نعم. الرحيم وزيناها للناظرين. فلانه بنت فلانه. هذا دائما يكون معاها، ويا ريت لو يكون في قوس مثل التاج اللي راح يكون فوق الراس. تمام؟ تمام. فانتوا بعد كيفكم، شوفوا شلون تتصرفون بهذا الموضوع بطاقات جدا ايجابيه تخص هذا الشهر. اغلب شكرا لك يا حبيبتي يا نهله. شكرا لك.
شكرا لك طبعا. احنا من متابعينك من كركوك في الدول عينك، حي الله الكركوك. كل مية هلا مية هلا حبايبي، والله انا اللي اموت عليكم حبايبي والله. شكرا جزيلا لكم، مشاعركم الطيبه عيوني انتم، شكرا جزيلا. طبعا متابعينا الكرام، في انا دائما شنو اقول، اقول لكل الابراج، في طاقات تخص الارقام والاسماء والايام وحتى الساعات. وعلى طاري هذه الطاقه اللي احنا نتحدث عنها، لو تتابعون ايام زمان شنو كانوا يقولون جدياتنا واهالينا، يقول لك دعاوي البطر مثل رشق المطر. ها شنو يعني هذا الموضوع؟ يعني انهم قاعد ياكدون في ساعات انت اذا دعيت بها تكون مقبوله. راح اني هيجي انا بطرانه يعني هيجي قاعد احكيها من باب الشقه، روح الله لا يوفقك مثلا. طب الرجال ما ادري ايش بيه. هذه الدعوه مالتك في ساعه سعيده، اقتران مع القمر وزاويه حلوه وراحت الدعوه مباشره. تشوف لذلك عمل الخير مقترن بالدعاء للناس، يعني انا من اسوي خير وكل متابعيني الله يوفقك يا ست ربي يعطيك، وها شنو انت من باب التواضع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى تواضعوا للناس يرفعكم مكانا عليا. شلون يرفعكم مكانا عليا؟ من خلال تواضعك ومن خلال دعوه الناس لك في ساعات سعيده. هذا هو الموضوع باختصار، يعني حتى تفهمون انه في طاقات وهذه الطاقات متواجده، على كبر استعدادك انت كشخص كيف تستقبل هذه الطاقه وتعكسها وتوظفها لصالحك. ما اعرف اذا هي هاي فلسفه، انا ما احاول اتفلسف وياكم، بس افهموا المواضيع ترى طاقه يا اخوان، وفي ساعات سعيده. لذلك انا من اتحدث اقول له انت يا مولود، انت بيا ساعه ان ولدت؟ فحيقول لك من الخمسه للسته مساء. ايش حالاتك وانت مولود الميزان وحاكم بيتك الزهره؟ مو وانت في ساعه المشتري اجيت كوكب السعود. هذا المولود بهذه الاقترانات وهذه الولادات اقسم بالله ما يتعب، هذا هو ونايم تجي شلون نقول احنا الاشياء الايجابيه، يكون من الاثرياء. لذلك كل شخص من الاثرياء في العالم مكتوب عليه ساعه الولاده انه هذا راح يكون من الاثرياء، وكل شخص هو نابغه وعلم اجى في ساعه صعبه حاكم بيته المريخ او زحل يكون شخص كثير الكد قليل الرزق. قولا واحدا، الساعات يا اخوان لها دور كلش غريب عجيب، يعني ممكن ساعه واحده تغير لك العالم، ساعه واحده تغير في مفاهيم كثيره. وانا دائما اتمنى انه يكون عندنا مساحات الوقت لحتى نتحدث اكثر عن هذا العلم، علم الاستروجي الا وهو الفلك. يلا اعطونا اتصال هاتفي اخر ايضا. هلو الو، يسعد صباحكم. صباح الخير ست مي. صباح العافيه مية هلا حبيبتي بعد قلبي. قضيت 6 شهور أدت عليك ما حصلت. 6 شهور؟ اي والله. حياك الله، منو معانا؟ بعد قلبي وياك ام سيف. ام سيوفي من وين تتصلينا؟ من بغداد الصليخ. من الصليخ حي الله. عندي ابني 28/3. طيب اول مره تتصلينا ام سيف؟ لا والله هاي ثاني مره. تمام خير. 28/2؟ 2 الولادة الظهر، يعني من الوحدة للثلاثة للأربعة. تمام. هذا ابني شال قلبه كلش. الولادة؟ تتميز. يا ساعة حبيبتي. ولادة؟ من الوحدة للثلاثة، يعني الظهر. من الوحدة الظهر، أي نعم. يعني تدرين في ساعة زحل هذا جاي. شال قلبه تتميز. طبعاً. ما أعرف نهايته شنو، أريدك تقولي لي. إي. حتى ما جاي يجينا، ما ملتقينا. ايش قد عمره هذا؟ والله دخل 27 سنة. تعي خلينا نسولف خيم سيف. أنا هسه قبل شوي كنت تحكي عن ولادة شكل الولادة، وكنت تحكي على أنه الشخص إذا انولد بهذه الساعة هذا إلى تفاصيل معينة. شوفي أم سيف، أحيانا في أشخاص تنولد بساعات يكون هذا الشخص ذو دين، انتهى الموضوع. وساعات هنالك ولادة تكون في ساعة يعني احنا نسميه الطرب، ولذلك ما ينجب عنهم الفنانين والتزمير والفرح ومن ومن يكتب عليهم الشقاء في ساعة الوحدة اللي انت تحكين عنها. يعني كان الله في عونك، كان الله في عونك. هذا يعني المولود احنا بشده، يعني بس الله اللي يعلم بيها. واضح هذا ما نعرف نهايته الولد شنو. هذا المولود معاه شيء مخيف، حاصل معاه قضيه. هذا وين رايح؟ هارب؟ نحكي صدق. شلون؟ نحكي صدق، هذا المولود هارب من شيء؟ ضام نفسه من شيء؟ اللي ظاهر هسه هيك.
إيه شارد ما يستقينا ما يجينا، يعني نقول له لا تطلع لا تمشي ويا هاي الناس لا تروح على هاي العالم. سمعي النوب انهزه ما يجينا. سمعي هسه نعم. اذا سمعين من عندي نعم. زحل في منزله في قطباعي، بلوتو في دلو، بلوتو في الدلو وهو مولود في ساعه بلوتو، ساعه صعبه يعني يجلب الشقاء والتعب لاهله، فهمتي؟ نعم. هسه نعم. هذه الفترات أنا أتمنى يا ربي الحافظ، يا ربي الحافظ، يعني هاي السنة اللي هي إحنا 23 إلى 24 هذا المولود قد يشهد مشكلة، يعني لا سامح الله من هسه حاولي تلمين أشخاص كبار يفهمون بهذا الموضوع. هذا المولود الآن هو داخل ضمن طاقة مشكلة، تسمعين خبر ربي الحافظ، سمعتي ولا ما سمعتي؟ لكن هي الان القضيه واضحه، انت تدري. ايه تمام وسيف؟ يعني شلون يعني شلون هسه؟ يعني من يجينا يرجع علينا شويه. انا سالتك. سمعتي ايه نعم. خبر يخص هذا الموضوع؟ وصل له بعد؟ لا بعد. يا رب الخير، حافظ يا رب، حافظ يا ربي. يعني شيء عليه على ناس. طالما هو في ساعه صعبه، هذا صعب المراسي يصير، صعب الحديث معه. اي نعم. تدرين شو وقت يستقر هذا المولود؟ سنة ال 24 بلوتو ينزل بالجدي. ثم يرتفع وين؟ يرجع للدلو. بسنة ال 24 خلينا نقول على نهايتها تبدأ الأمور تستقر معاك. يعني راح يصير اكو طاقة تفاهم بيناتكم. راح تعرفين شلون يهدأ ميته. هو الآن مو بكيفه هذا، هو ساعة ولادته هيك صعبة. نحن في طاقة أفلاك، إيه طاقة نعم. الأفلاك تأثر على الأشخاص، على النوم، على الصحة، هذا شيء متفق عليه. هو برج حمل، برج حمل؟ لا، أنت ايش قد قلتي تاريخ ميلاده؟ 28/3. أي. أي. شنو برجه؟ 28/3؟ إي نعم. 3 حبيبتي؟ إي نعم. الحمل. إي. مولود الحمل. يعني هسه ماكو امل يعني يتراجع يجي علينا. بس باعيلي هو حاكم بيته مريخ هالفتره، باعي إيه؟ حاكم بيته مريخ صعب. اي نعم. وجاي في ساعه زحل، يعني الله يعينك، الله يعينك على ما بلاك. يعني اقسم بالله الله يبرد قلبك. مو عايشين يعني احنا ما ادري شلون. الله يبرد قلبك يا حبيبي. احنا الوضع البيت. الله يبرد قلبك، اسال الله ان شاء الله يا رب. امين حبيبتي. شوفي ما لك غير الدعاء خيه، واحنا نقدر نساعدك بهذا الموضوع، لكن على الهواء مباشره ما تصلح هذه الامور. في ما ادخل على الصفحه، يا ريت تجاوبيني. ان شاء الله صار امر، امر. هذا محتاج اسماء معينه، هذه الاسماء اذا استخدمها هذا الفلك او هذا البرج راح تهدئ الطاقات الصعبه. يعني هو الرجل ما عنده خيار، ساعه ولادته زحل، وباء، هبوط، وحاكم بيته مريخ. زين مصايب سوداء بتاريخ ميلاده مبيده، يعني خارج عن الاطار، هو اللي دا يتصرفه. مثل اولادي يقول لك هذا ظاهر من بطن وحده، لكن هذا هادئ وهذا شرس، لكن هذا شرس وحرك وهذا بطيء الفهم بليد، هذا ذكي ذكاء خارق، لكن وهم من نفس البطن. زين ليش عجب؟ مو نفس الام؟ اي عيني، هذا ساعته في مثلا خلينا نقول المشتري، وهذا ساعته في المريخ، طلع بليد ما يفهم. هذه هي الأمور اللي أحياناً متابعينا ساعة الولادة إلها دور غير اعتيادي. حتى بداية الأمور اللي تدون تبدوها يا متابعينا إلها أساساً همينة ساعات ممكن أنت تبدي بيها. إي نعم اليوم الطاقة صعبة ما تخدمني، لكن أنا كنت مضطر أني شو وقت يا ساعة اللي راح تقدر تخدمني؟ في ساعات سعيدة، تمام؟ يكون بيها ساعة سعيدة أنه أنا ممكن أبدي بيها بهذه الساعة، خلاف هذه الساعة ما ممكن أنه أنا أعمل بأي شيء، تمام؟ يلا اتصال هاتفي آخر أيضاً. الو مرحبا. الو يسعد صباحكم. مرحبا ست ميس. اهلا وسهلا حبيبتي. فدوى الامر ست ميس، طبعا اني اريد اقول ملاحظه، اني طول عمري مخلصت انتظار حتى بالاتصال وما حصلت، سبحان الله اربع مكالمات قدامي وانا على الخط. يا حبيبتي كلش نعتذر من حضرتك، من معانا؟ لا انا متعلمه، هي حياتي كلها انتظار. لا 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 نصبر للقبر. لا حبيبتي الف الف لا باس، الف الف لا باس عليك. والله شوفيني ست ميسي شلون ادبر الرصيد، الله اللي يعلم بحالي والله العظيم. يا عين يا عين يا عين، كلش نعتذر منك. قليبي انت من معانا؟ انا سين بتباء 28/11. سين؟ سين باء. باء، تمام يا سين. اللي هو شنو حاكم بيت؟ شو هو برجك؟ مو ياسين ست ميس، سين باء. اي سين باء.
اي نعم 28/11/75 75 انت. خليك معايا ثواني بس انا يعني احسب درجه ال 28. تمام انت من القوس ويساوي. طيب وناريه يلا حبيبتي سين باء. ست ميس بد ولا عمرك. انا كلش مهمومه وحياتي كلها متوقفه. متوقفه من كافه الامور. طيب وست ميس وعدتيني يعني قلتي لي اكثر من مره يعني طبعا يعني خابرتك اني وقلتي لي اني اساعدك وما اتخلى عنك ابدا حتى قلتي لي انطي الحل مال الاقفال مال الاقواس وهم طيب. وهم يعني ما بصراحه ما اي رد انتظرت الخميس تشرحين وماكو يعني كل الاحوال حاولت طب. تتواصل وما اعرف يا وين اتواصل ويا اشخاص هسه بعيد هاي هنا راح نكتب ملاحظه على اعتبار انتم من اول المراجعين توافق الاقواس الله تدرين ست ميسج وقت اخر مره حت يعني يعني اول مره حكيت وياك اخذتي رقمي أي. من يوم فوز المباراه بالمنتخب بيومها اخذتي رقمي من حضرتك اني نفسي ام حسين من الكاظميه الله يخليك ام حسين ام حسين اليوم اليوم نتواصل وياك ست ميس ما يخاف هسه احكي وياي على الجو ما دام حصلت سمعي ام حسين اريد ما اعرف على بنتي همي انا صار 7/7/2010 على نجاحها سمعي من عندي طالما وصلتي ويانا ان شاء الله حياتك تتغير نحو الاحسن ما راح نقول لك 120 درجه لكن بمشيئه الله راح تكون الامور مختلفه تماما معك اي ست قلتي لي سالتك بوقتها قلت لك انا يعني احس اني بيا شيء قلتي لي انت هواي عندك اكثر من شغله وان شاء الله ما اتخلى عنك ابداعات اولادك ست ميس ابدا تسوي لي والله من عيوني فدوى روحي باي باي ام حسوني ام حسوني راح تكون امورك بخير ما يرام لكن اطلب منك طلب واحد بس نعم راح نعم. تكونين على الجو مباشره وتحكين عن تجربتك معانا ومساعدتنا لك راح تخبرين الناس راح تخبرين الناس انه ايش قد استفاديتي من وجودك ويانا وشوفي احنا من خلال قراءه الفلك ومن خلال بعض الاقفال اللي ناسبتك كيف انحلت عقدك وكيف استطاعتي اني ترجع حياتك طبيعيه وتكونين مرزوقه ست ميس بدون قبل لا انتي هسه مثلا بعدك ما مثلتني الحل ست ميس اني فعلا على كلامك امشي وشفت امور حكيتي امور وشغلات والله وحق كل حرف بالقران ومو مجامله ولا اي شيء يعني فعلا كلامك مضبوط ست ميس حتى الاسباب اللي تحكيها ناخذ بيها فعلا مضبوطه حبيبتي قلبي مو بس اني وعائلتي والكل والدائره مدايره والكل ست ميس بس اني فعلا مستحقه مساعده يشهد الله واهل البيت ايش قد تعبانه أمر اني امر تامرينا من عيوننا وانا متاكده راح تكونين سعيده وتدعي لنا عند الله سبحانه وتعالى انه يبعد عنا شر اولاد ادم وبنات حواء. انا بين ابداعات اولادك ان شاء الله من نجاح الى نجاح. فد ولودك يا عيوني. وحتى بنتي يعني قول لكم الله يخليك من تحصلين بس حاكي لي ست ميس. حبيبي. 10/10/2010 وين هي موجوده؟ موجوده معاك؟ لا ست ميس اليوم كيف عطله نايمه بس وصلتني قلت لي ماما الله يخليك خاف تحصلين. يلا يلا تفضلي. يلا. 2000 2010/7/7 هي مضبوط إيه نعم. ميلادها؟ اي نعم تمام مولودة السرطان طيب شوفي شو اسمها قلنا؟ تبارك اي نعم ما شاء الله تبارك زايد بسرعة. وزنها شوية صعبة وجد مستدير ست ميس هي تشتكي تحس بوزنها يعني ده يزيد بس بدون طول صح كلامي؟ اي مضبوط 100% نعم ما شاء الله شوفي هذه كانت حياتها شويه بها نوع من الصعوبه قافله مقفوله الامور من خلال الطاقه اللي موجوده عندكم بالبيت تمام؟ بسببي ست مرسيه هي تعاني تقول لي ما ليش كان يصير بياني مو مثل البنات؟ ليش اشوف البنات؟ يعني هواي امور واني ادري كل زين هو شيء بسببي اني لان احنا حياتنا متعبه انا وزوجي نفس البرج باي باي شوفي الفترات القادمه لهذه المولوده طبعا اول الاسم ما شاء الله على طاقه الاسم احسن نعم. يعني بارك الله بك انت مسميته هذا الاسم إيه انا نعم. دائما القران طلع لي سوره اسم تبارك ما شاء الله ما شاء الله شوفوا كل الامهات دائما اقول لهم هداياكم الى اولادكم الاسم سميه باسم طاقه ايجابي ابدا لا تروح للاسماء المتعبه تمام فبما انه تبارك هذا يعني بالبركه ويعني بشيء كثير هذه المولودة تعيش للفترات القادمة بسلام وتكون حياتها سلسة
من خلال الطاقة اللي موجودة الآن ومن خلال الأرقام والأسماء اللي متواجدة عند هذه المولودة. لذلك هذه المولودة تناقش أمور جدا ممتازة حياتية راح تكون الأمور، وقد يكون إن شاء الله من خلال حل الألغاز والأرقام اللي راح نبعث لكم إياها إن شاء الله تكون الأمور بأفضل ما يكون. تمام؟ والنجاح ستمين. طبعا النجاح أوكي. شوفي، هي كانت متراجعة من شيء أو ربما كانت خايفة من شيء أو قد تناقش مسائل تأخر، لأن هاي عندها طاقات تأخر الواضح. اي نعم سمية، يعني عندها يعني شوية تفكر في واحدة من المعدات وقلقة بسبب. زين هي هاي الثالث؟ شو هذا رقم ثلاثة؟ نعم. مرحلة ثالثة هي هاي؟ بالمرحلة المتوسطة. ثالث؟ أول. ما شاء الله صاير عندها انطلاقة نحو يعني ثلاث درجات حلوة، وقد يظهر رقم ثلاثة طاقة حظ، حلو ممتاز. يا الله. هاي في عبور عندها. في عبور، وصدقيني الفترات القادمة جدا ممتازة الأمور تكون. باعي وتابعي حسب الطاقة والاسم، ممتاز جيد. ما تقلقين ان شاء الله خير يا ربي. فدوى اروح لك ان شاء الله، يعني ان شاء الله هذا تشوفين النجاح باولادك وتروحين بيهم. حبيبتي حبيبتي ليل نهار بس تعوفيني حبيبتي محسوني عيوننا لك وتدللي. التواصل كل محلات التواصل انا ها هي بس ها هي. ما اعرف بالضبط وين اراسلك. امر 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 اليوم ان شاء الله يتم الاتصال معك ومن عيوننا صار تدللي تأمرين امر. تمام متابعينا الكرام، يعني ما تزعلون علينا. شوفوا اولا احنا ابدا ما يعني ما نهمش اي اسم، ما نترك اي اتصال، دائما معاكم ونساعد، لكن عتبكم علينا وهذا من حقكم يعني، بس والله ما في مساحه، صدقوني ما في مساحه عموما. خير ان شاء الله. شو ختام، اذا وصلنا لختام فقرتنا الصباحيه معاكم. اكيد متابعينا الكرام ان بقيه في صباحنا بالعوده مره ثانيه لزملائنا بالاستوديو، واني راح اقول لكم قبل لا اختم ل 48 ساعه القادمه راح ينتقل القمر الى الجوزاء مع مريخ الجوزاء. هنا اكو قضيه وقصه، بهذه القضيه والقصه راح تنتظروني. مع السلامه.